شوف يا اختي، لا فيدراسيون ما كاينش اللي يحكمها، يكذب عليك يقول لك زعما نحكم لا فيدراسيون جا بلا ما نقول لك، اللي يجي يخربها، فهمتيني؟ اللي يجي يخرب لا فيدراسيون، ما عندناش لا فيدراسيون في الجزائر اختي، يكذب عليك، اللي يجي يخربها، اللي يجي يخربها، انا نقول لك من كل هذا من المنبر، اللي يجي يخربها.